احنا شغالين مع شركه بتبيع ثلاجات وغسالات وحاجات زي كده. نعم. فهي بتقول لنا احنا لما نبيع حته البضاعه ونوصلها للزبون مجاني هنديكم تعويض عن التوصيل المجاني ده. لا عفوا عفوا، انت شغال ايه مع الشركه دي؟ بتعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ احنا تجار فاتحين محل، فاحنا بناخد منها بضاعه. بندفع فلوس وبناخد منها بضاعه وبنبيع وهكذا، ولما نخلص نشتري وهكذا. محل عجيزه كهربائيه. يعني انت فاتح محل عجيزه كهربائيه وتتعامل مع تستورد من شركه كبيره. شركه كبيره. وبعدين الشركه ماذا قالت لك؟ تمام، الشركه بتقول لنا لو انت بعت حته بضاعه وصلتها للزبون مجاني هنديك مبلغ مثلا معين. شيء حسن، ما في مشكله. تمام، بس اهم حاجه ان انا هاخد السيريال اللي هو على السيريال ده رقم كده على الجهاز اللي انا هبيعه وادخله على برنامج تبع الشركه. طب ايه المشكله طيب؟ ماشي، دلوقتي السؤال، في صاحب المحل في مثلا حاجات مش بيرضى يوصلها مجاني، بس بياخد الاستيكر وبيدخل على البرنامج كانه وصلها مجاني. يبقى ده غشاش؟ الشركه بقى بتعمل ايه؟ بيقول لي هو كده كده الشركه بتتصل بالزبون تطمن منه، تقول له الحاجه وصلت لك ولا لا. بيقول لي فانت كده دخل كل حاجه، وهي شركه تسال الزبون، لو قال له وصلتني يبقى خلاص، لو قال له ما وصلتنيش خلاص يبقى ما وصلتنيش، لكن انت دخل كل حاجه. بقول له لا، انا هدخل الصدق بس. احسنت، انت ولد موفق. اللهم امين وياك، شغلك كريم.